ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن الى عسى الله بس انا بعطيكم سالفه الصلاه. احنا نبي الدعوه في سالفه بها طرفه وضحك شويه. عطناها اي والله. هذا سلمك الله جماعه مسجد طرف الديره، ويجيهم تخبر هل بيذكرون عن الصلاه جزاهم الله خير. جاءهم واحد يذكر وقال هذا الحين لو يبي قال هذه 10 ريال للي يجي بدري ان كان تلقانا انتسابك صح للصلاة. وبدا يذكر وانتهى. والشاعر هذا حاضر انا التذكير هذا، ولا فيها اثنين ما شاء الله هذا ولا الاثنين يجون قبل المذن. واحد اسمه منيف بن دهيران الله يغفر له توفي، واحد اسمه ساير. المهم هذا ولا يجون بدري، والشاعر من قومي وما جاء عقب الاذان بشوي ولا حول التكبيره، ولكن النص هو يعني جاب له بويتات فيها طرفه شوي. قضى هذا مذكر ومشى. التفت انت يا الشاعر على منيف وعلى ساير، اما ذاك يقول لو فيه 10 تريل. ايه قال لو فيه 10 سبقت منيف وخليت ساير على الجره. طيب والله لا جيك اطمر الرصيف واخذ مع القاع اللي فره، خليت نومي على الخفيف ولا ترك النوم بالمره علشان هالعشرة. الله يغفر له. امين امين امين. اقول الله يسعدك يرفع قدرك يبيض وجهك يا ربي يا الله. اللهم امين. هالسؤال في الزينه. فيه سؤال يعني خلنا نستفيد منكم. هذا دي اي اي في 4 والله ما ادري ايش اسمه او ايش اسمها، هذا اسمه كذا في ال، يقول كيف نتعامل مع